بالوحدة والتضامن السلام عليكم. عزيز الجازولي، كاتب وطني تحت لواء نقابة اتحاد عمال المغرب قطاع المركبات النفعية. كنشكر اذاعه عنات اشواق اللي جات غطات هذا الحدث هذا اليوم. حنا كمهنيين ديال نقل البضائع ونقل العمال الزراعيين جينا اليوم محتجين ضد هذا الاعصاء. اولا ديال الدعم اللي استفدوا منه نقل البضائع وما استفدوش منه حنا، بالرغم من انهم كيحسبونا حنا من نقل البضائع، ولكن حنا ما عندناش اصلا كينظمنا داخل نقل البضائع. يعني حنا ايكيفالون كنديروا نقل البضائع، نقل الحاجيات، نقل الدواجين، يعني مركبه ذات نفع. هذه من جهه. من جهه اخرى ضد الغلاء ديال المعيشي. يعني هذا المهني هذا راه دابا هو كيعاني من كلتا الحالتين، كمهني تساعد ديال المازوت ماده الغازوال اللي متزايده بشكل يومي، وغلاء ديال 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 المواد الغذائيه هو راه كمواطن. هاد الناس هادو ما تلاوش قدروا يواكبوا. يعني احنا كنا كنقابه كنا كنصبروهم، اليوم غدا رحنا فاتحين حوار مع الوزاره الوصيه، وفعلا فتحنا حوار، وبالرغم من ذلك احنا ما استفدناش كما استفدوا القطاعات الاخرين في هذاك الدعم، ولكن نقدر نسمي انا غير اعانه، ما كان غير مرحلي. هاد الناس هادو راهم كيشكلوا واحد شريحة مهمة في المجتمع، وكتشكل واحد دور مهم في الدوران ديال العجلة الاقتصادية. علاش؟ هاد الناس كاين اكثر من 1800 مركبة بجهة سوس اللي كتقوم بنقل العمال الزراعيين. يعني ملي كنقول لك 1800 مركبة كندوي لك على 25500 بيرسون اللي كيجي يوميا، يعني 25500 عامل اللي كيجي، وفيهم الناس ديال نقل البضائع. باش يكون في العلم ديال الناس اللي باش يعرفوا اشنو هو الدور ديال هذه المركبه النفعيه، يعني هذا الدور ديالها راه مهم. راه ما كايناش شي، ما كنظنش كاينه شي 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 شاحنه اللي كتقوم بنقل البضائع للمارشي. يعني كاينه المركبه النفعيه هي اللي كتقوم بنقل البضائع للمارشي، وعاد ديك الشاحنه كتهز هذيك الحموله ديالها وكتسافر بها بين المدن ولا خارج البلاد. هذه من جهه. ومن جهه اخرى النقل ديال العمال الزراعيين اللي كيجيو من مناطق نائيه وعيره، الناس ديال التلودات، الناس ديال إغرم، الناس ديال يتبرحيل، الناس ديال هو راه كيجيو الشكا إتباها، نظرا ان الشكا إتباها هي معروفه بـ 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 بالفلاحه. الناس اليوم ما تلاوش قدروا يواكبوا. حنا كنقابه ما بغيناش نشوفوا غير من جهه الوزاره الوصيه، مشينا راسنا حتى الفلاح، راسنا الفلاح وقلنا الله يجازيك بالخير، خاصك تزيد التسعيره شويه التسعيره لهاد الناس، صبر من عندك انت شويه وزيد التسعيره لهاد الناس هادو، راهم كيعانيو، راهم ما بقاوش قادروا يواكبوا. الفلاح حتى هو كيشكي، قال لك اودي انا راه تزاد عليا لونغري، تزاد عليا بوطاز، تزاد عليا لو فير، انا غير صابر باش 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 باش, باش خدام. يعني احنا ما بين مطرقه الفلاح وسنداد المشرع، هادشي اللي كاين. هاد الناس هادو اليوم مادام جاوا وقفوا واحتجوا، الا هاد النقطه ديال الغازوال غير نقطه عفاد الكاس، اصلا هما تيعانيو قطاع غير مهيكل وقطاع غير منظم ومتابعين لتشي قانون، وقانون ديال نقل البضائع اللي كيقولوا لنا السلطات انتم راكم تديروا نقل البضائع، قانون نقل البضائع 99 ما كيشملش هذه الشريحه، هذه كيشمل 5 طن ونص الفوق 3 طن ونص لتحت، ما كيشملهاش قانون نقل البضائع. يعني حنا كنديروا ايكيفالون، كنديروا نقل البضائع، نقل الاشخاص، نقل الحاجيات، نقل الدواجين، وما كنظنش كاع كاين شي شاحنه كتقوم بنقل الدواجين من غير هذه المركبات النفعيه. اليوم كنناشدوا الوزاره الوصيه وكنناشدوا رئاسه الحكومه باش يشوفوا من حال هاد الناس هادو، يشوفوا يهيكلوا هاد القطاع، اولا يعرفوا هاد الناس معامن باش يقدروا يستافدوا تما من ولوج المهنه، ويستافدوا من مجانيه البطاقه المهنيه، ويستافدوا من التكوينات المستمره. هذه من جهه. من ناحيه يشوفوا من 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 من, من الناحيه ديال هاد الغازوال المهني، راهم كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، راهم ماشي عندهم سيسون دو فواتير بارتيكولي، راهم كيساهموا في اقتصاد البلاد، يدعموا يدرجوهم من ضمن نقل الطرق اللي يستافد من الدعم. و
شوفوا هاد القطاع هذا القطاع هذا يشوفوا كيفاش يديروا ليه شي حل، يعني كيفاش يقادوه، كيفاش يهيكلوه. يعني هاد الناس هادو راهم اليوم مادام جاو اليوم وحضروا هنا الا راه ما تلاش قدروا يواكبوا، يعني ما تلاش قدروا يواكبوا. كانوا غادي يجيو اليوم هاد الوقفه هادي درناها وقفه انذاريه، ولكن حنا بالكونتاكت ديالنا مع التنسيق النقابي راه كاين غادي يكون له 11 واحد الاضراب في حاله ما كانت استجابه من طرف الوزاره الوصيه ولا فتح باب الحوار لهاد الناس، راه حنا غادي ندخلوا في الاضراب مع التنسيق ديالنا. هشام العصيبي الكاتب عام مركزي كونفدرال عام النقل اللوجيستيك. اليوم كنتواجدوا بمدينه سيدي بيبي في واحد الوقفه احتجاجيه هي على المستوى الجهوي، تنظمات اليوم بهاد يعني الجماعه الترابيه اللي جات على الطريق الوطني رقم واحد. الاخوان بعد غلاء اسعار المحروقات والارتفاعات المتتاليه اللي اثرت سلبا على العمل ديالهم خلقت واحد الاحتقان داخل القطاع. اليوم الاخوان تكتلوا ووقفوا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه تعبيرا يعني على الكلمه ديالهم لانهم مقصيين، خصوصا بعد ان الوزاره ديال النقل واللوجيستيك ووزاره الماليه اللي دارت واحد اللجنه بينيه وعطات واحد الاعانه لاصناف النقل هما كانوا مقصيين من هذا الدعم هذا، ومع ذلك الاقصاء ديالهم جاء على اساس انهم قطاع غير مهيكل غير منظم، واليوم كيطالبوا حتى في الكلمه ديالهم باحداث سجل وقانون منظم لهذا القطاع ديال النقل المستخدمين وخصوصا العمال الزراعيين بجهه سوسمسه اللي كيعرف واحد اليد عامله كبيره في قطاع الفلاحي. على المستوى الجهه كاينه استجابه ديال سته الاقاليم ديال الجهه والعدد كيتجاوز 1200 مركبه اللي موجوده اليوم في هذا الوقفه الاحتجاجيه. معكم الكبيش محمد المنسق الجهوي نقابه اتحاد عمال المغرب جهه سوسمسه. اليوم خرجنا لواحد الوقفه احتجاجيه اليوم 4 ابريل 2022 بجماعه الترابيه ديال سيدي بيبي على مشارف الطريق الوطني رقم واحد. خرجوا المهنيين يعني كاين 1200 مهني من المركبات النفعيه والشاحنات والتريبورتورات الدراجات ثلاثيه العجله، الكل خرج يندد والكل خرج يستنكر غلاء المحروقات. غلاء المحروقات اللي وصل 15 درهم ونصف اللتر الواحد. الاخوان ديال المركبات النفعيه كما يعلم الجميع انهم تقصوا من الدعم الاستثنائي، الدعم العمومي الاستثنائي لمهني النقل الطرقي. ملي كنتسائلوا على سبب الاقصاء كيتجاوبنا الوزاره الوصيه بكل ما تحمل الكلمه معنا باننا غير منظمين وما عندهمش احصائيات على هذا القطاع هذا وما كيعرفوش شحال من واحد كاين في هذا القطاع، ولهذا تم الاقصاء ديالنا. والوزاره الوصيه خرجت هذا الدعم وخصصته للنقل الطرقي من اجل حمايه القدره الشرائيه للمواطنين. تقصاو المركبات النفعيه هذا كنظن ان الوزاره الوصيه عندها واحد الرؤيه ان المركبات النفعيه ما يقدروش ياثروا على القدره الشرائيه للمواطنين وما كيساهموش في الحمايه ديال القدره الشرائيه ديال المواطنين والسلم الاجتماعي. لهذا اليوم كيخرجوا الاخوان كينددوا بهذا الغلاء هذا، كنخرجوا وقفه احتجاجيه كنقولوا فيها باننا راعينا واحد مجموعه ديال الظروف، خرجنا ما بغيناش نخرجوا في اضراب، خرجنا وقفه احتجاجيه انذاريه كنقولوا باننا راعينا الغلاء ديال الاسعار والغلاء اللي كاين اللي كيلهب جيوب المواطنين، وراعينا الشهر الكريم رمضان ما بغيناش نخرجوا في اضراب. ولكن الان نحن نقول انه في حاله عدم التجاوب مع المطالب المشروعه، في حالة عدم استجابة والتفاتة من الوزارة الوصية، فإننا سوف ندخل في إضراب وطني إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.